التغير المناخي يزيد من تطرف الطقس. نعلم أن الطقس متقلب، وكثيراً ما تحدث ظواهر مناخية متطرفة. ونعلم أيضاً أن تلك الظواهر أصبحت أكثر حدة وأكثر شيوعاً. وصحيح أن تلك التحولات تعود إلى التغير المناخي، لكن ما التفسير العلمي وراءها؟ لنبدأ بغازات الدفيئة. تعلمون أن هذه الغازات تنبعث غالباً عند القيام بأنشطة مثل حرق الوقود الأحفوري، وعندما يحدث ذلك تحبس الحرارة بالقرب من سطح الأرض، فترفع من درجة الحرارة هنا على اليابس وفي المحيطات، وبالطبع هذا يعني زيادة معدل البخر وزيادة بخار الماء في الجو وزيادة سقوط الأمطار الغزيرة، فتسقط الأمطار قليلة على بعض المناطق وغزيرة على مناطق أخرى. لكن عندما تهطل الأمطار من الممكن أن تنهمر بغزارة دون توقف. وفي خضم ذلك كله دعونا لا ننسى الحرارة، فارتفاع درجات الحرارة أثناء النهار يعني زيادة خطر الحرائق خاصة في المناطق المعرضة للجفاف. تؤدي تلك الحرارة الزائدة إلى توسع المحيطات وذوبان الغطاء الجليدي في القطبين والصفائح الجليدية والأنهار الجليدية، ويرتفع مستوى سطح البحر مما يزيد من خطر حدوث الفيضانات الساحلية. فحالياً يرتفع احتمال الاتجاه إلى طقس أكثر تطرفاً، وأنتم تعلمون ماذا يعني ذلك لنا نحن البشر. لقد فقدنا منازل وأنظمة بيئية ومصادر رزق وأحباء أيضاً، ومن المحتمل أن يزداد الوضع سوءاً، فماذا بوسعنا أن نفعل؟ علينا أن نستعد للعيش في عالم يتسم بظروف مناخية أكثر قسوة. هذا هو العقد الحاسم لتشكيل العالم الذي نعيش فيه ولتحقيق استقرار مناخي من أجل حماية أبنائنا وأحفادنا، ونحن الأشخاص المنوط بهم ذلك.